بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة السبت مساء وقبل ما نعمل التسبيحة مع بعض ناخد مع بعض درس الإنجيل ونكمل مع بعض دراستنا في رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. احنا كنا خلصنا الإصحاح التاسع والنهاردة هناخد الإصحاح العاشر، وزي ما عملنا المرة اللي فاتت وإن شاء الله يبقى كل يوم ناخد زي ترنيمة صغيرة نقولها مع بعض ونصلي ونبتدي دراستنا. احنا خلصنا العاشر وناخد النهاردة الحداشر إن شاء الله. هنقول مع بعض ترنيمة قلب حنين، ودي ترنيمة برضو من الترنيم السهلة جدا واللي معظمنا يعرف طريقتها، وممكن نقول حتى القرار مع بعض. قلب حنين حبه يبين ان صليبه ده كان تكفير عن خطايانا، مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. قلبه حنين حبه يبين إن صليبه ده كان تكفير عن خطايانا، مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة. وسط المحنة بسرعة لمحنا يسوع الحلو، وجالنا أوام ألف وعوده إن وجوده تملي معانا أمان وسلام. وسط المحنة بسرعة لمحنا يسوع الحلو، وجالنا أوام ألف وعوده إن وجوده تملي معانا أمان وسلام. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة. نادى علينا وبقى لينا مينا ومرسى وشط وفلك نجاة. صرنا سفينة في يد أمينة، تعلى الموجة ونعلى معاه. نادى علينا وبقى لينا مينا ومرسى وشط فلك نجاة. صرنا سفينة في يد أمينة، تعلى الموجة ونعلم معاه. سر حياتنا ده هو يسوع،
بنرنمها بصوت مسموع، سر حياتنا ده هو يسوع. بنرنمها صوت مسموع، هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة، هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة. عينت حروسنا وإيد تواسينا، وهيعدينا لحد سماه. مهما الغربة تبان لنا صعبة، هترسى المركب وهنلقاه. عينت حروسنا وإيد تواسينا، وهيعدينا حد سماه. مهما الغربة تبان لنا صعبة، هترسى المركب وهنلقاه. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع، هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة، هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة. نعم يا رب يسوع المسيح، أنت يا ربي أتيت لكي تعطينا حياة أبدية. نشكرك يا رب لأنك أتيت من السماء إلى العالم لكي يحيا بك العالم. نشكرك على محبتك وعلى رعايتك وعلى عينك اللي بتحرسنا الساهرة علينا. نشكرك يا رب لأنك بتغذينا بعمل نعمتك وبعمل روحك وبكلامك الواهب للحياة، لأن فعلا يا رب كلامك هو روح وحياة. افتح أذهاننا دايما يا رب إلى نتعزى بكلامك ونفرح بأعمالك المجيدة، مش بس يا ربي عبر السنين، لكن يا ربي في حياتنا أيضا وفي حياة كل نفس. باركنا، كن في وسطنا، ثبتنا فيك يا رب. ادينا دايما إن احنا نفرح ونستفيد بكل فترة وكل ظروف بتحصل في حياتنا. اذكر الكنيسة يا ربي كلها في هذه الأيام، اذكر يا ربي شعبك وأولادك، فرحهم بعملك يا رب. دايما يا ربي أنت قادر أن تحول كل الأمور للخير يا رب. ادينا دايما روح توبة مقدسة ورجوع لأحضانك والتمتع بيها يا رب. بركة أمنا ست العذراء، بركة كل القديسين، اقبلنا واستجب صلواتنا مع كل قديسيك. آمين. فرصة جميلة إن احنا بنكمل مع بعض رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس. وصلنا للإصحاح 11. زي ما قلت المرة اللي فاتت إنه الإصحاحات الأربعة الأخيرة دول جزء كده لوحده، يعني البعض بيعتبر إن هما ممكن يبقوا أصلا رسالة أخرى اتبعتت قبل الرسالة التانية، يعني حاجة في الوسط بينهم، والجزء ده اتحط في آخر الرسالة التانية. إن فيهم قديس بولس الرسول، على الرغم من أن كل رسالة كورنثوس تانية لحد الإصحاح التاسع كلها لينة جدا ولطيفة وهادية، الجزء ده من الإصحاح العاشر للإصحاح 13 في شدة، لأنه في مجموعة كانت زي مجموعة نقول عليها مشاغبة، أو مجموعة بتتقول بكلام ضد القديس بولس الرسول عشان تشكك في رسوليته وتشكك في كل التعاليم اللي هو قدمها للكنيسة في كورنثوس. فطبعا ده خطير جدا ويهز إيمان الكنيسة، فعلشان كده هو اضطر غصب عنه يرد
ولو يعني ما كانش عايز أبدا يعني يفتخر أو يقول حاجة على نفسه، لكن كان لازم يؤكد ويدافع عن رسوليته، وإن هو لا ينقص شيئا عن الـ 12 تلميذ من ناحية أصالة إيمانه، وإنه مستلم من المسيح، وإنه بيقول رسالة الخلاص بشكل قوي وعميق ومتكامل من كل ناحية، وإنه ما يجيش حد يحاول من أجل مكاسب شخصية يسحب الناس بعيد عن هذا التعليم الرسولي. فشفنا في الإصحاح التاسع امبارح إنه شفنا في الإصحاح العاشر أنا آسف امبارح إنه بدأ يقول لهم أنا أطلب إليكم بوداعة المسيح، إن زي ما أنتوا بتقول بعض الناس بتتقول عليا بتقول ده في الحضرة ذليل وفي الغيبة متجاسر، يعني أصلا كلامه معانا كان طيب وبسيط وكان بيتذلل لينا كده ويعلمنا بدموعه، ولكن في الغيبة بيبعت لنا رسائل قوية وعنيفة. فقال لهم لا، أنا يعني أولا إحنا حربنا لازم نكون فاهمين عدو الخير، حربنا مش مع لحم ودم ولكن مع قوات الشر الروحية، والتعليم اللي أنا بقوله لكم ده والرسائل اللي البعض بيروج إن هي رسائل شديدة وقاسية دي من أجل بنيانكم مش من أجل هدمكم، وأنا كل يهمني بنيانكم ونمو الإيمان بتاعكم. وقبل ما ابتدي أتكلم على رسوليتي وأصالة التعليم بتاعي، عايز أقول إن إحنا لما بنفتخر نفتخر بعمل ربنا في حياتنا مش بنفتخر بنفسنا بشكل شخصي. وقال كده في ختام الإصحاح العاشر: من افتخر فليفتخر بالرب، لأن ليس من مدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب. ده ملخص الإصحاح العاشر. يبتدي بقى الإصحاح الـ 11: ليتكم تحتملون غباوتي قليلا، بل أنتم محتملي، فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. دول أول 3 آيات. نقف هنا. واضح إنه القديس بولس الرسول لأول مرة هيبتدي يتكلم عن نفسه شوية فاعتبرها غباوة، وقال معلش لازم تحتملوا كده، لأنه كان لازم يوضح الموقف قصاد ناس بتستعمل الغش، وقصاد ناس داخلة زي الذئاب الخاطفة لا تشفق على الرعية، ولكن داخلة تخطف من الرعية وتمزق أوصال الكنيسة، تاخد ده في الحزب ده وتاخد ده في اتجاه كده، وتضرب وحدانية القلب التي للمحبة اللي موجودة جوه الكنيسة. فاضطر يوضح ويرد بقوة ويدافع عن رسوليته من أجل إيمان الكنيسة، من أجل بنيان الكنيسة، مش من أجل مجد شخصي. وهنشوف إنه بعد ما هيقول الكلام كله عن خدمته وعن احتماله، هيقول قد إيه إن أنا ضعيف وربنا عطاني شوكة في الجسد وأنا مش زعلان، بالعكس الشوكة دي مخلياني محفوظ في الاتضاع، محفوظ إن أنا ضعيف ونعمة ربنا هي اللي سنداني، وهي قوة ربنا هي اللي في الضعف بتكمل، وهي اللي بتكمل كل الخدمة. فليتكم تحتملون غباوتي قليلا بل أنتم محتملي. معلش لازم أتكلم ولازم تفهموا الموقف ده ليه؟ لأني بغير عليكم غيرة الرب. الله، الخادم لازم يكون عنده هذه الغيرة. في نوعين طبعا من الغيرة، في الغيرة اللي سماها القديس بولس الرسول وسماها برضو القديس يعقوب في رسالته، غيرة مرة، غيرة مرة بتبقى نابعة من واحد بيقارن نفسه بناس وبيحسدهم وبيغير منهم
لأي سبب من الأسباب، قد تكون في شكل واحدة ست غيرانة من التانية عشان لابسة حاجة ملفتة للنظر أكتر منها، ولا لابسة حاجة أغلى منها، وقد يكون واحد بيحسد حد وغيران إن هو يعني ربنا وسع عليه أكتر منه. كلها دي غيرة مرة، وقد يكون الغيرة دي قد تكون داخل الخدمة نفسها. ياه، وإحنا بنشتغل مع ربنا يبقى في غيرة؟ أيوة طبعا، عدو الخير ممكن يحارب، وتبقى في غيرة إن فلان الناس بتسمع له أكتر مني، وفلان عنده موهبة بارزة أكتر مني، وفلان دلوقتي هو اللي في الصورة وأنا في الظل. لا، القصة مش صورة وظل، دي اسمها غيرة مرة، دي غيرة ليست حسب التقوى وليست حسب المعرفة. طب أمال غيرة القديس بولس الرسول إيه؟ قال لا، دي غيرة للبنيان، لسلام الكنيسة ولحفظ الكنيسة ولبنيان الكنيسة ولتدعيم المحبة في الكنيسة ولتنبيه أولاد ربنا من الخداع بتاع عدو الخير. فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. الله، دي شغلانة الخادم، يخلي الناس يتخطبوا للمسيح، يبقوا عذراء عفيفة للمسيح. دي شغلانة الصديق العريس، يجهز العروس للعريس ويفرح إن العروس وصلت للعريس، زي القديس يوحنا المعمدان كده قال بهذا فرحي قد كمل، من له العروس فهو العريس، وأنا مجرد صديق العريس أفرح لما أسمع صوت العريس جاي. ياه، فرحي هذا قد كمل إن العروس التقت بالعريس. الخدمة إن إحنا بنجهز نفوس تتخطب للمسيح وتكلل. الفترة اللي إحنا فيها على الأرض دي إحنا دخلنا في خطبة وفي زيجة تكتمل بفرح أبدي في السماء. وفكرة إن علاقة البشر بربنا علاقة زيجة، الفكرة دي موجودة كتير في الكتاب المقدس، وربنا نفسه اللي اختارها وشبه بيها علاقته بالبشر كتير خالص. في العهد القديم اختار شعب إسرائيل واعتبر إن ده ابنه البكر، ودي العروس اللي يبتدي بيها علشان يجي منها المخلص يدي فداء وخلاص للعالم كله. فكان يقول مثلا للكنيسة في العهد القديم، يقول لها خطبتك إلى لنفسي إلى الأبد، أنا خطبتك إلى الأبد، دي في إرميا. وفي حزقيال اتكلم كتير على إنه هي تبقى عروس وملكة له، في حزقيال 16 مررت بك وإذا زمنك زمن الحب، وأخذتك وغسلتك بالماء ونظفت عنك دمائك ودهنتك بالزيت، أكلت السميد والعسل ولبستك مطرزة ووضعت خاتم في وحاجات في ودانك، وفي الآخر حطيت تاج على راسك وبقيتي صلحتي لمملكة. فربنا دايما يحب يكون كده، كعروس، كعريس للنفس، كعريس للنفس. في إرميا 2 يقول أنا مش ناسي لك محبة خطبتك وخروجك ورائي في أرض غير مزروعة. يا دول يا رب كانوا بيتزمروا وماشيين في صحراء سيناء ليل ونهار، يتزمروا ويبصوا لورا ويقولوا عايزين نرجع مصر، وانت يا رب مش ناسيلهم ان هم احتملوا المشي في أرض سيناء. محب ربنا جدا، عريس للنفس. والأمثال اللي استخدمها السيد المسيح كتيرة، ما يقول دايما مثلا إنسان صنع عرسا لابنه، مرة تانية يقول يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى خرجنا لاستقبال العريس، جهزوا المصابيح بتاعتهم وخرجوا لاستقبال العريس، وهكذا. فإحنا بندخل في عهد زيجي مع المسيح بالمعمودية، تلاقوا في طقس المعمودية الجميل قوي في الكنيسة القبطية، بعد ما أبونا يعمد الطفل أو الكبير ويرشمه بالميرون، خلاص كده دخل في عضوية الملكوت، دخل في عضوية جسد المسيح، بقى ابن لله، بقى مسكن للروح القدس. يروح رابط زنار أحمر كده على الشخص اللي بيتعمد،
الزنار الأحمر ده إيه؟ عهد، عهد زيجة، ده زنار بالظبط اللي بيتربط يوم الإكليل بين العروسين. الزنار ده علامة العهد كده، ده معناها إن إحنا دخلنا في عهد مع ربنا. واللون الأحمر طبعا إشارة للدم، لأن المسيح عمل معانا عهد بدمه، مضى على العهد اللي بيننا بدمه، وقال للتلاميذ كده: خذوا اشربوا، هذا هو العهد الجديد بدمي. عهد جديد. واحنا علشان نمضي وكل واحد ياخد نسخته الشخصية بينه وبين المسيح، يمضي على هذا العهد انه بيموت ويقوم معاه في المعمودية. فالمعمودية هي العهد الجديد اللي بيننا وبين ربنا. ما ينفعش نعمل عهد شفوي بس كده، اقول له مثلا انا امنت بيك يا رب وخلاص، هو ما حبيناش حب شفوي وما مضاش على العهد شفوي، ده هو مات وسفك دمه من أجلنا. وإحنا كمان نموت ونقوم معاه، مدفونين معه بالمعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. ومن الحاجات اللطيفة اللي الناس بتعملها إنه يلبسوا، بالذات لو بنت، يلبسوا طبعا بقت عروس للمسيح، ولو لبسها الولد لبس العروسة ده، أيوة طبعا كلنا عروس، كلنا مدعوين نبقى عذارى حكيمات. الحكاية دي ما فيهاش راجل وست، كلنا مدعوين نبقى عذارى حكيمات، كلنا بقينا عروس للمسيح، كلنا بقينا ملوك وكهنة للمسيح، رجال وسيدات وكبار وصغار. اللي بيدخل في عهد بالمعمودية يصير عروسا للمسيح، يصير كاهن للمسيح، يصير يعني مكرس بالكامل للمسيح، ملك لله، ملك لله. ألستم تعلمون أن أعضاءكم هي أعضاء المسيح؟ أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. أجسادكم دي هيكل للروح القدس، بقيتوا ملك للمسيح، فبقينا عروس، بقينا كهنة، بقينا ملوك. فخطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. أنا خطبتكم لرجل واحد، إلهنا هو المسيح، هو ملكنا، هو العريس بتاعنا. إحنا مش ماشيين ورا أشخاص، مش في تبع فلان ولا فلان ولا فلان، وفلان عايز يجي يخطف، يا ده يبقى كده ده مش راعي صالح، ده مش بيخدم بقلب المسيح. إذا كان بيشتغل لحساب نفسه، ده كده يبقى مش بيشتغل لحساب المسيح طبعا. لا، الخادم الحقيقي هو الخادم لحساب المسيح، اللي هو سفير المسيح، اللي هو لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، وبأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. قالها طبعا في بداية الرسالة كده، لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، وبأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، عذراء عفيفة مخصصة لي، ترتبط بآلهة غريبة ولا بشهوات غريبة ولا بعبادات غريبة. المظهر وحب المظاهر ده عبادة للمظاهر، والمجد الباطل دي برضو عبادة للمجد الباطل وللعالم، وحب المديح من الناس والتكريم من الناس، وهكذا عذراء عفيفة للمسيح. وقال في الرسالة الأولى برضو كده، قال لهم يعني إيه واحد يقول أنا لبولس والتاني يقول أنا لأبولس والتالت يقول أنا لصفا؟ قال لعل بولس صلب لأجلكم أم باسم بولس اعتمدتم؟ إحنا كلنا عروس للمسيح، إحنا مش ماشيين وراء أشخاص. عمر ما الكنيسة كانت ماشية ورا أشخاص، احنا كلنا ماشيين ورا المسيح. عشان كده هو كخادم حقيقي للمسيح بيقول لهم ايه؟ أغار عليكم غيرة الله، ليست غيرة مرة ناتجة عن تحزب أو حسد، لكنها غيرة الله المقدسة. لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. تشبيه رائع، تصويري ما بين
ما حدث في الفلوس وما يحدث في الكنيسة في العهد الجديد. ايه اللي حدث في الفردوس؟ كان في آدم وفي حواء وعايشين مع ربنا في فرح. جات الحية دخلت وخدعت حواء بمكرها وكعبلتها في الخطية وراها آدم. فاحنا في العهد الجديد ما احناش برضو في مأمن من خطر الحية. لسه عدو الخير ما اتحكمش عليه الحكم النهائي، خد الحكم لكن لسه الحكم ده يتنفذ في يوم الدينونة. فدلوقتي بيحاول برضو يخدع الناس. مين المسيح؟ آدم الثاني، وحواء الجديدة هي الكنيسة المقدسة. فمش معقول الكنيسة المقدسة تسمع تاني للحية. عشان كده بيقول لهم أنا خايف عليكم، أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. في بعض النسخ بتضيف كلمة والطهارة. البساطة والطهارة يعني نقاوة الذهن، ذهن مش مفهوش شوائب. ليه كده تدخل في وسطكم الشوائب وتدخل في وسطكم التشويش والجدل وان احنا تبع فلان لا بولس الرسول ده مش رسول اصلا معتمد من الكنيسة والتعاليم بتاعته. ايه ده؟ ناس دخلت بعد ما القديس بولس الرسول اسس الكنيسة وعلم الشعب وقعد في وسطهم سنة وست شهور وزيادة، قعد يخدم ويعلم، دخلوا بقى قالك دي كنيسة شكلها كويس من بره يبقى ندخل شوية في الصورة بقى. في ناس كده تحاول تركب على نجاح الآخرين وتحاول تنسبه لنفسها، وتحاول طبعا دي قال عنها قديس بولس الرسول في أعمال 20 وهو بيكلم، يعني الوعظة كانت قريبة من الزمن ده يعني اللي كاتب فيه الرسالة، بس كانت في حتة اسمها ميليتوس جنب أفسس وجمع كل الخدام والأسقفة والقصوص بتوع المنطقة بتاعت أفسس وما حولها، وقال العظة بتاعته المسجلة في أعمال 20. ففي آخرها بيقول إيه؟ بيقول أنا عايزكم تخلوا بالكم إن في ذئاب بعد ذهابي، أنا مش غالبا أنتم مش هتشوفوا وشي تاني، أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، لكن خلي بالكم على إن في ذئاب هتيجي لا تشفق على الرعية. ناس في شكل المعلمين لكن هم معلمين كذبة، وزي الذئاب اللي عايزة تنهش، عايزة تاكل، عايزة تشبع نفسها مش تمجد ربنا. لا لا لا، وده اللي حذر منه السيد المسيح نفسه، قال خلي بالكم من المعلمين الكذبة يأتونكم بثياب الحملان وهم في الداخل ذئاب خاطفة. طب نعرفهم ازاي يا رب؟ من ثمارهم تعرفونه، من ثمارهم تعرفونه، يكتنون من الشوك تينا أو من العليق عنبا؟ هتلاقوا الثمار وحشة طبعا. لو حاجة شجرة شوك هنطلع منها خير ازاي ولا ثمرة حلوة ازاي؟ فالثمار هتكشف لنا. فدول معلمين بيدسوا بدع هلاك أو بيشوشروا ويشتتوا القطيع ويحاولوا يزرعوا السموم بتاعة الخصومات والاستقطاب والتحزب، ده تبع فلان وده تبع فلان. لا لا لا، أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، ولكنني أخاف على أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، ده في الفردوس في العهد القديم، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. البساطة والنقاوة أو الطهارة التي في المسيح، مش عايزين ذهننا يتلوث بمثل هذه الأمور. فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه، أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملوا. يعني لو أصلا الناس التانية دي جاية تقول حاجة مختلفة عن اللي أنا قلته
بيكرزوا بيسوع آخر غير بتاعي اللي أنا بحبه ودخلت في عهد معاه، اللي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، واللي أنا سلمته لكم واللي أنتوا حبيتوه وعرفتوه ومتوا معاه وقمتوا معاه في جسده. إذا كان جاي يكرز بيسوع آخر، معلش كان يبقى ده قصة تانية نناقشها بقى، لكن أبدا، هو نفسه يسوع واحد، ونفس الروح اللي أنا أعطيته لكم هم الروح القدس روح الله، انتوا مش هتاخدوا حاجة جديدة. وانجيل اخر برضه هما ما يقدروش يبشروا كلام مختلف. فطب امال ايه بقى؟ امال ايه؟ ليه نتحزب اذا كان لينا اله واحد، واذا كان فينا روح واحد زي ما قالها لهم في الرسالة الاولى: جميعنا سقينا روحا واحدا، اعتمدتم كلكم الى داخل جسد واحد، وجميعنا سقينا روحا واحدا. فالمفروض نبقى قلب واحد وروح واحد، حتى لو احنا اعضاء متعددة ليها وظائف غير بعضها، لكن كلها بتتكامل لبنيان الجسد. فإن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، لا طبعا، هو نفسه يسوع اللي احنا كرزنا به. أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه، لا طبعا، هو نفس الروح الواحد. أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، يعني حاجة جديدة، لا، هو نفس الإنجيل ونفس البشارة، وبعمل المسيح الفدائي ثبتنا فيه. فحسنا كنتم تحتملوه، لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل. يعني بالنسبة لي أنا، الحاجات اللي لما بشرتكم، أنا ما أقلش أبدا عن فائقي الرسل، يعني عن الـ 12 اللي هم الأعلى ناس. طبعا كان القديس يعقوب ما كانش موجود وقتها، يعقوب ابن زبدي استشهد بدري، فما كانوش 12 يعني وقتها، كانوا أقل. لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائق الرسل. قبل ما أكمل عايز أقول إنه أحيانا في ناس يجيلها إيه، تتلخبط، يقول لك فلان بيقول حاجة مختلفة عن فلان، بيقول حاجة مختلفة عن فلان. الحقيقة احنا كلنا واحد، احنا كلنا بنحب بعض، كل الآباء الكهنة والآباء الأساقفة، الكل نفسه في خلاص الناس، الكل نيته حلوة، حتى ولو كل واحد تناول بعض الأمور بطريقة يمكن مختلفة شوية عن التاني، لكن الكل نفسه الشعب كله يرجع لحضن ربنا. كل اللي بيعلمه في الكنيسة وكل اللي بيكرزه، الحقيقة كلنا بندعو الناس للتمتع بحضن يسوع وللبعد عن الخطية والكراهية الخطية، لأنها مدمرة، لأنها مدمرة. تعالوا كلنا نتجمع في حضن المسيح، تعالوا كلنا نرمي أحمالنا عنده، لأن عنده الراحة، وده وعده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. هي الرسالة واحدة، حتى وإن كان واحد بيقولها بطريقة والتاني بيقولها بطريقة تانية، هو نفس الإنجيل، هو نفس الروح، بس يمكن كل واحد بحسب الخلفيات اللي جواه، إنه بحسب الحالات اللي هو بيشوفها قدامه، ويمكن متأثر ببعض الناس اللي هو اتعامل معاهم واحتك بيهم، فبقى طريقة تفكيره مختلفة. مجراش حاجة، احنا كلنا حتى ولو طريقة تفكيرنا مختلفة عن بعض، لكن احنا كلنا قلب واحد وروح واحد، احنا مش هننقسم ابدا. محدش يقول اصل فلان بيقول عكس فلان، لا، محدش بيقول عكس، لكن كلها حاجات تشجعنا للارتماء في حضن ربنا، تشجعنا للمثابرة في الطريق الروحي بكل حرص وبكل انتباه وبكل اجتهاد. اجتهاد، كلنا بنشجع على وحدانية القلب التي للمحبة. كل الآباء، وفي الظروف الصعبة دي احنا محتاجين أكتر نبقى قلب واحد وروح واحد. ما يجيش حد يقول لا، طب ده فلان بيقول، طب ده بياخد من زاوية والتاني بيكمل، كلنا بنكمل بعض، كلنا بنكمل بعض، لأن ربنا لا يشاء موت الخاطي. ربنا حلو وجاي من أجل خلاص نفوس الناس، جاي من أجل خلاص نفوس الناس.
يمكن في حاجة مهمة أحاول يعني أفتح ذهنكم ليها، إن كل أحداث العهد القديم لازم نشوفها بعينين العهد الجديد، لأن العهد القديم فيه أحداث كتيرة كلها فيها إشارات ورموز ونبوات. تقولي بس فيها قصص تاريخية، أقول حتى القصص التاريخية لازم نشوفها بالروح القدس، بعينين العهد الجديد، بعينين العهد الجديد. يعني لما حد يقعد يقول طب سدوم وعمورة، طب الطوفان، احنا بنشوفها في العهد الجديد بشكل مختلف. في العهد الجديد بقى فيه مصالح، بقى فيه خلاص. ربنا زي ما بنقول في صلوة من الصلوات اللطيفة في القداس، أبونا بيقولها اسمها سر الحجاب، بيقول يا الله الذي أرسلت ابنك الوحيد إليك الخروف الضال. في العهد القديم كانت البشرية كلها خروف ضال، في العهد الجديد المسيح جه لكي يرد الخروف الضال إلى حضن الآب. الوضع مختلف. فبنقرأ العهد القديم بعينين العهد الجديد وبعمل الروح القدس في العهد الجديد. ما ينفعش ناخد العهد القديم حرفيا نحطه جوه الزمن اللي احنا عايشين فيه في العهد الجديد دلوقتي، لا ما ينفعش كده، احنا في وضع مختلف. تقول لي يعني طب وربنا اتغير؟ العهد القديم، لكن في العهد الجديد ربنا حنين وكده. لا، اقول لك هو ما اتغيرش خالص طبعا، لكن الانسان هو اللي اتغير، الانسان هو اللي اترقى، الانسان هو اللي تصالح مع الله. في المسيح تصالحنا مع الله. في العهد الجديد احنا فيها نعمة وحق، نعمة لان احنا كنا عاجزين ان احنا نوصل لربنا. الناموس بموسى اعطي، اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. فما ينفعش احنا في عهد النعمة نقرأ العهد القديم من غير العينين دي، من غير المنظور الروحي ده، من غير ان احنا بقينا متصالحين مع الله. أبائنا الرسل ربنا يسوع وصاهم يذاكروا الأسفار المقدسة. إيه الأسفار اللي كانوا بيدرسوها؟ العهد القديم، بس بمفهوم تاني خالص، بس بعينين الروح القدس، إن كل دي كانت ظلال وليها معاني كلها تحققت في المسيح، وكلها بتكشف برضو عن حب ربنا وتدابيره الخلاصية. ازاي هو مش بيطيق الخطية؟ ازاي هو بيرتب ان هو يرد الانسان مرة اخرى لصورته الاولى اللي اتخلق عليها، ويعيد خلقتنا من جديد فيه. احنا في المسيح اعيدت خلقتنا من جديد، احنا مش زي العهد القديم ولا زي شعب العهد القديم، صورة فاسدة مشوهة، لكن دلوقتي احنا مخلوقين في المسيح خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. دي نقطة بس مهمة، واحنا عايشين دلوقتي في عصر النعمة وفي عهد النعمة، لازم واحنا بنقرأ العهد القديم ونفسر ونفهم، لازم نكون عندنا عينين الروح القدس ووضعنا في العهد الجديد مش زي وضع الناس في العهد القديم. لا، الوضع مختلف طبعا، وضع مختلف خالص. احنا في المسيح بقينا مقبولين لدى الله، في المسيح محبوبين لدى الله، في المسيح وارثين لملكوته. العهد كان مختلف، كان لسه ما جاش المخلص، ما جاش الابن الوحيد الكلمة عشان يردنا، يرد خروف الضال مرة أخرى إلى حضن الآب. فوضعنا في العهد الجديد حاجة مختلفة، ونظرتنا في العهد الجديد حاجة مختلفة. نرجع تاني، بيقول إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذ روحا آخر لم تأخذوه، أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملوا. يعني لو أصلا كان في حاجة مختلفة
كرازة مختلفة، يسوع مختلف، روح قدس مختلف، إنجيل مختلف وتعليم مختلف. أبدا، إحنا نفس الروح. لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل. هو طبعا هنا يبدو أن الناس اللي كانت بتطعن في رسولية القديس بولس ممكن يكونوا بيقولوا ايه، لا لا لا، احنا ملناش دعوة بولس ده، احنا لينا دعوة ببطرس. عشان كده هو كان قال صفا صفا، اللي هو بطرس. بطرس ده من تلاميذ المسيح واحنا الناس نمشي وراه. بطرس الرسول بيقول نفس الكلام، بيبشر بنفس المسيح، بيبشر بنفس الروح، بيبشر بنفس الانجيل. بيعجبني كمان القديس بطرس في رسالته، طبعا كتبها متأخر شوية يعني في أواخر حياته في الستينات كده، القديس بطرس الرسول وبدون مناسبة محددة يعني كده حطها كده في آخر الكلام بتاعه في الرسالة التانية في آخر إصحاح، الإصحاح التالت، وبدون مناسبة قال احسبوا أنات ربنا خلاصا، ربنا متحنن، واحسبوا أناته دي فرصة حلوة للتوبة، فرصة حلوة للرجوع لحضنه، فرصة حلوة إن كنتوا تتمتعوا بخلاصه. احسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس بحسب النعمة المعطاة له، أو بحسب الحكمة المعطاة له. إيه ده؟ إيه اللي دخل بولس في القصة؟ ده قاصد قديس بطرس الرسول بالروح القدس، ملهم بالروح القدس، مفيش حد بيتكلم، هو القديس بطرس هو اللي قال، لم ما حدش بيتكلم من نفسه، لكن تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فهو قاصد يجيب سيرة القديس بولس عشان يقول احنا لينا نفس الروح، بنبشر بنفس الإنجيل، واللي أنا بقوله لكم ده هو نفسه اللي بيقوله القديس بولس، ويوصفه إن هو الأخ الحبيب والحكيم، يقول لك بحسب الحكمة بيكتب بيها. فبيعضده، بيعضد كتاباته وبيعضد كرازته وخدمته. شوفوا ازاي الآباء حلوين، آباءنا الرسل مثال حلو لينا احنا. طب طريقة بطرس الرسول كانت مختلفة عن طريقة بولس في الكرازة وليكن، بس هما بيحبوا بعض وبيكملوا بعض طريقة، لكن في الآخر الكل بيدعو للرجوع لربنا ورسالة الخلاص. احسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس بحسب الحكمة المعطاة له. حبيب وحكمة معطاة لي، حاطط الكلمتين الصغيرين دول عشان يأكد إن أنا وهو واحد. فهنا يبدو أن الأشخاص اللي كانوا بيحاولوا يعملوا تحزب داخل كنيسة كورنثوس وبيطعنوا في بولس الرسول لحساب بطرس الرسول، فالقديس بولس الرسول هنا قال لهم بصراحة أني أحسب أني لم لأني أحسب أني لم أنقص شيئا، يعني أنا ما أنقصش شيئا عنهم. وإن كنت عاميا في الكلام فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع. عاميا في الكلام يعني بتباسط في الكلام وبحاول أبسط الكلام، يعني بستخدم كلام بسيط في الوعظ. زمان في بداية القرن العشرين كده كان الوعاظ لازم يوعظوا باللغة العربية الفصحى، حتى يعني الناس كانت طبعا ممكن تستوعب، لكن في ناس تانية كانت ما تقدرش تفهم كويس وتتضايق، لأن هي عايزة لغة تلمس القلب، اللغة البسيطة اللي الناس بتتكلم بيها. لكن الحقيقة مع الجيل بتاع مدارس الأحد وبالذات قداسة البابا شنودة الله ينيح روحه، كان موهوب مع إنه متمكن جدا، لكن كان موهوب في توصيل الرسالة للناس بأبسط الكلمات، بأبسط الكلمات، وبدأ ياخد الاتجاه بتاع الوعظ مش بالعربية الفصحى اللي الناس تقبلها وتستوعبها وتلمس قلبها. بولس وإن كنت أنا عاميا في الكلام، الظاهر كانوا بيتهموا، خلوا بالكم بقى كل الكلام كده دي اتهامات لبولس الرسول وصلته، فهو بيذكرها هنا في السكة.
فبيقول وانا يعني عشان انا كنت بتكلم ببساطة، مش بتكلم كلام كبير وضخم وبلغة قوية، يبقى انا يعني كده ما بفهمش؟ لا، ان كنت عاميا في الكلام فلست في العلم. لا، انا عارف وبس بحاول ابسط لكم الحقائق وبسط لكم الايمان. إن كنت عاميا في الكلام فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع، وانتوا عارفين قد ايه معرفتنا بسر المسيح، وقد ايه الكرازة بتاعتي بعمق من النبوات ومن الأحداث ومن الفكر العميق جدا. زي ما كنت بقول المرة اللي فاتت، مش كل الناس متميزة في الكلام زي الكتابة. واضح ان القديس بولس الرسولي الكتابة عنده كانت في منتهى القوة، لكن في الكلام كان يستخدم أسلوب بسيط خالص في الكلام. فبيقول لهم مش يعني هما بيطعنوا فيا علشان أنا كنت بقول كلام بسيط، وأنزل لأقل مستوى وأتكلم ببساطة مع الصغير والكبير. ده المفروض إنه لا يعيب القديس بولس الرسول ولا يعيب الخادم إنه ينزل ببساطة لأصغر مستوى. ودي الحقيقة موهبة كمان، دي موهبة من ربنا إن أنا أنزل بمستوى الكلام. برضو دي كانت عند سيدنا، كان يعرف يقيس مستوى الناس اللي قدامه وينزل لمستواه. هيدي محاضرة في الجامعة يقول حاجة في منتهى القوة والعمق، ولو هيدي يكلم شعب عادي ينزل لمستواهم، هيكلم الكهنة يتكلم بمستواهم، هيكلم خدام يتكلم بمستواهم، لو هيكلم أطفال يتكلم بمستواهم. ده لا يعيبه، بالعكس دي موهبة هايلة. القديس بولس الرسول كان كده، كان يتباسط وينزل لأقل مستوى، وقالها طبعا في الرسالة الأولى، أن قال كضعيف وصرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، بنزل لكل مستوى لأخلص على كل حال قوما، أكلم كل واحد باللغة المناسبة لي. فهم زي خدوها عليه وقال لك ده حتى لما بيتكلم كلام عامي كده وبسيط، فده يبقى مش زي بقية الرسل. لا، بطرس حاجة تانية، لا دي لا تعيبه. إني أحسب أني لم أنقص عن فائق الرسل، وإن كنت عاميا في الكلام فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع. أكيد أنتوا عارفيني، وأكيد وأنا قعدت معاكم وعارفين العمق اللي عندي. أم أخطأت خطيئة إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم، لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله؟ سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم؟ ياه، بدأ بقى يبكتهم شوية. حاجة مهمة قال، هو أنا علشان خدمتكم مجانا ونزلت تحت رجليكم وأذللت نفسي لأجلكم واحتملتكم ومرضتش، شفتكم كده إيه، مش على مستوى إن أنا أقول لكم شاركوا في الخدمة وقدموا عطاء. ما هو لسه ساعات واحد يبقى مبتدئ خالص، ما نقدرش نقول له اعمل حاجة مش لسه مش في مستواه. لما محبة المسيح تملك على قلبه، هو بيدي بسخاء وبيدي نفسه كلها وبيكرس حياته لربنا. لكن قديس بولس الرسول قال لهم انا نزلت تحت رجلكم عشان انا عارف ان كنتوا لسه صغيرين خالص، وقالها طبعا في الرسالة الاولى، قال انا سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنه كنتوا ما كنتوش تستحملوش الطعام بتاع البالغين، الطعام القوي، فأنا سقيتكم لبنة، حاجات بسيطة، وكمان لما كنت بخدمكم ما خدتش منكم حاجة. يعني الطبيعي مثلا إنه الخدام المكرسين لله بياخدوا من الكنيسة بركة أو مرتب، طبعا مش بياخدوا مرتب علشان يصيروا أغنياء، لا، علشان يعيشوا، مجرد يعيشوا ويفضلوا يخدموا ربنا بكل قلبهم. لكن هنا القديس بولس الرسول علشان كان شايفهم مش على المستوى وبدأ معاهم من الصفر، قال للكنائس اللي قوية في إيمانها، قال لهم أنا محتاج،
وبدأ ياخد منهم، يقول لك سلبت كنائس أخرى علشان أخدمكم، وكنت قاعد في وسطكم أخدمكم وما خدتش منكم حاجة وما طلبتش حاجة. علشان كده عايز يقول لهم إيه، عارفين اللي يقول لك الأبو بلاش يبقى ملوش قيمة، يقول لك برضو الواحد لما يدفع حاجة يحس إن لها قيمة. فهما قال لهم يعني وأنا رخصت في عينيكم علشان أنا ما كنتش بكلفكم حاجة، يعني أنا كده رخصت في عينيكم إن أنا أذللت نفسي ليكم، ما كنتش باخد منكم حاجة خالص، خدمتكم مجانا وأنا مش مستني أجرة طبعا، لكن طبعا في تكاليف للخدمة، في تكاليف. فبيقول أم أخطأت خطية، يعني أنا كنت غلطان إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم، لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله، قعدت في وسطكم أكلمكم وأخدمكم ومعايا خدام تانيين ومرضتش أخد حاجة، سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم. يعني الكنائس اللي أنا كنت مش بخدمها بقيت أطلب منها احتياجاتنا واحتياجات الخدمة ومرضتش أخد منكم عشان أفضل أخدمكم، لحد لما تقفوا على رجليكم روحيا، لحد لما يتقوى إيمانكم روحيا. يبقى أنا كنت غلطان إن أنا عملت كده. هو طبعا هو مبسوط إنه عمل كده ومش حاسس إن هو غلطان، بس هو عايز يفهمهم إن الطريقة بتاعت إن هم يحتقروا خدمته ويحتقروا رسوليته وتعليمه ده غلط كبير، ولا هو علشان كان دايما تحت رجليهم يقوموا يحتقروه. سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم، وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم أثقل على أحد، احتياجي سده الإخوة الذين أتوا من مقدونيا، وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وسأحفظها. أنا فاكر كويس وأنا معاكم واحتجت مرضتش أتقل عليكم، والاحتياج بتاعي سدوه الإخوة اللي جايين من مقدونيا اللي هم المقاطعة الشمالية اللي فيها فيليبي وتسالونيكي وبيري، الاحتياج سدوه الإخوة اللي جايين من مقدونيا ومرضتش أتقل على حد فيكم، ومش هتقل ومش عايز حاجة، لكن ده مش معناه إن أنا أبقى تحت ليكم تهملوا كل الكلام اللي أنا قلته وتشككوا في الكرازة اللي أنا كرست لكم بيها وفي رسوليتي. سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم، وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم أثقل على أحد، لأن احتياجي سده الإخوة الذين أتوا من مقدونيا، وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وسأحفظه. ساعات كده الخادم يحس إن الناس لسه مستواها الروحي لسه، فما يقدرش يقول لهم اعملوا حاجات معينة فيها بذل زي صيامات طويلة زي عطاء كبير زي، هما مش هيقدروا يعملوا كده لأن لسه مستواهم الروحي لسه ضعيف، فما يتقلش عليهم. هو عمل كده فعلا، مرضاش يتقل عليهم وقال كده في كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وسأحفظها، لأن أنا برضو طبعا حاسس انه ان انا مش شايف قدامي ناس وصلوا لهذا المستوى من النضج علشان يقدموا الكلام ده. طبعا يعني برضو يمشي مع النظرية اللي بتقول ان الاصحاحات الاخيرة دي جزء من رسالة سابقة لرسالة كورنثوس الثاني، لانه فيها كانوا في الرسالة زي ما شفنا في الاصحاح الثامن والتاسع بيتكلموا عن السخاء والعطاء وان هم شطار خالص في السخاء والعطاء، إذا الوضع اتغير وتابوا بعد الكلام ده. فيبان من هنا أن معلمنا بولس الرسول كان بيكرز من غير أجر ومن غير تسديد حتى لاحتياجاته الضرورية، لأنه وجد الناس غير مهيئين أنه هو يطلب منهم. وليكن حق المسيح في أن هذا الافتخار لا يسد عني في أقاليم أخائي. حق المسيح في، يعني زي بيقول أقول الحق في المسيح الذي في، إن كل ده مش هيوقفني عن الافتخار بأقاليم أخائي، إن كل ده مش هيخليني أغير إن أنا بفتخر إن أنا أشكر ربنا ما احتجتش حاجة وما طلبتش حاجة من حد في أخائي. هذا الافتخار لا يسد عني في أقاليم أخائي، أنا مش عايز حاجة، يعني
لن يوقفني أحد في افتخاري هذا اللي عملته معاكم. لماذا؟ قال أني لا أحب. ليه؟ علشان أنا مش بحبكم. الله يعلم، يعني ربنا يعرف قد إيه أنا بحبكم. قال أني لا أحبكم، الله يعلم، ولكن ما أفعله سأفعله، لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به. ما أفعله يعني إن أنا مش حاجة ومش عايز حاجة، هعمله علشان أقطع الفرصة وأقطع الألسنة اللي بتطعن في رسوليتي وبتشوشر على الكنيسة وبتهز إيمان الكنيسة كله. ما أفعله سأفعله، لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به. هم بيفتخروا وعايزين يقارنوا نفسهم به. لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعل ماكرون، مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. هنا كلام شديد. قال اللي يعمل كده ده يبقى رسول كاذب وفعل كذبة في الكرم بتاع المسيح. رسل كذبة فعل ماكرون، مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. دول بيعرضوا نفسهم قدامكم إن هم رسل المسيح، لكن هم الحقيقة مش كده. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نوح. كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعماله. هنقف هنا النهاردة. هو هنا طبعا حط بقى الناس، اتكلم بكل وضوح، الناس اللي بتعمل الشوشرة دي اللي داخلين كخدام وكرسل وبيقولوا كلام كبير وبيحقروا من بولس الرسول، وده هيهد في الكنيسة، مش ممكن يكون أبدا للسلام ولا للبنيان ولا لوحدانية القلب، ويزرع خصومات وتحزبات. قال الناس دي، الناس دي بتخدم نفسها والناس دي بتخدعكم. وسماهم رسل كذبة فعل ماكرون، يغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح، ودول الشيطان هو إلههم. يقول إن كان خدامه الشيطان نفسه اللي ممكن يغير نفسه ويعمل شكله زي ملاك كده، ممكن كمان خدامه بيغيروا شكلهم كخدام للبر، لكن ربنا هو بقى اللي يتصرف معاه. فربنا يحفظ الكنيسة من النوعيات دي اللي ممكن الشيطان يكون بيلعب بيها من أجل إن هم يوقعوا الناس في بعض، من أجل إن هم يعملوا أحزاب، من أجل إن هم يطعنوا في ده ويطعنوا في ده ويطعنوا في ده من ظهره. لا لا لا، ربنا ما يسمحش إن الناس دي يكون ليها مكان، ولا صوتهم ولا تصرفاتهم يكون ليها مكان. ربنا يحفظ كنيسته دايما في سلام ووحدانية ومحبة. نكتفي بالجزء ده كده، احنا وصلنا لعدد 15، وبكرة إن شاء الله نكمل من أول عدد 16 من الإصحاح الـ11. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، نشكرك لأنك أنت يا ربي إله حنون، تنازلت يا رب ونزلت لمستوانا علشان ترفعنا ليك يا رب. اتكلمت معانا يا ربي بأبسط الكلمات لكن فيها روح وحياة. نشكرك يا رب لأنك حطيت قدامنا النهاردة القديس بولس الرسول كنموذج مليان حب ومليان أبوة ومليان بساطة ومليان غيرة أيضا. ادينا نحن أيضا يا رب إن احنا نحافظ على البساطة التي لنا فيك يا رب، نحافظ على الطهارة التي لنا فيك يا رب. لن نسمح لعدو الخير أن يكون له في وسطنا أي مكان ولا موطئ قدم. ادينا يا رب إن احنا نكون عذراء عفيفة مقدسة ليك يا رب، لا تتلوث ولا ترتبط بمحبة غريبة ولا ترتبط بمجد غريب من أمجاد هذا العالم الزائل، لكن يا رب ترتبط بيك وتتقدس ليك يا رب. ادينا ان احنا نكون عذراء عفيفة مقدسة مكرسة ليك يا رب. اذكر سلام كنيستك، اذكر أبونا البابا الأنبا تودروس وكل الآباء المطرنة والأسقفة والكهنة والخدام والشمامسة والخادمات وكل الشعب يا رب، كل شعبك يا ربي في كل امتلاء كنيستك المقدسة. بارك الكل، احفظنا كلنا يا رب،
قلب واحد وروح واحد ومحبة حقيقية من قلب طاهر بشدة. نمينا في محبتك وفي معرفتك. بركة أمنا الست العذراء كل ما سقف قديسيك، استجبنا عندما ننادي الآب بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. سلام الرب يكون معكم.